لا لا يا سيد عبد الودود، اذا كنت هتستمر بهذا الاسلوب فتفضل مع السلامة، اعمل اللي يعجبك بعيد عن مكتبي. اما اذا كنت عايز التطوير والتحديث واتباع الاسلوب العلمي عشان نبعد عن الفايبريشن اللي في دماغك، فانا تحت امرك ومكتبي تحت امرك. امال انا جاي لك ليه يا سعاده البيت؟ ما هو عشان تنورني في السكفريشن ده، تقول لي اعمل دي سيب دي. اذا نبدا بالخطوه الاولى، انا هبعت لك بكره الصبح اختم لك دفاتر قيد، وبعد كده هعين لك موظف مختص يعيد لك حركه البيع والشراء، ويعمل لك دفتر استاذ ودفتر يوميه ودفتر صندوق وما الى ذلك. صندوق؟ احنا نادرين نادر. ماشي، صندوق صندوق. هو يعني هياخد الصندوق ويجري؟ ما على راي المثل، سرقوا الصندوق يا خواجه لكن مفتاحه معايا. ثانيا، تروح من بكره الصبح تلقح المبالغ اللي انت حاططها تحت البلاطه في البنك. القرض يعني؟ ايوه القرض يعني. كتاب الله يا بيه، انا القرض ده يعلم ربنا انا ما بحبش اهوب ناحيته، خايف خايف ينقص. ما هو كده يا بني ادم، كل يوم بينقص. ينقص ازاي يعني؟ القرض ده مش عليه فوائد؟ ايوه طبعا. ولما تحل الفوائد هتدفعها منين؟ يوه وقت الله يعين الله. يعني هتسحبها من اصل القرض. ايوه فليكن. وفي نفس الوقت المبلغ متجمد وما بيدرش عليك اي ارباح او فوائد. هيدر منين بقى؟ هو هيفس؟ تبقى تقوم الصبح بدري تلقحه وديعه في البنك، اهو على الاقل ارباحه تغطي فوائده. حاضر يا بيه، اللي تشوفه. مش اللي اشوفه، اللي اقول لك عليه تنفذه بس. سلامات. سلامات يا استاذ محمد. الله يسلمك يا حضره الناظر. وزيك كده؟ الحمد لله يا حضره الناظر. وزي ما عندك؟ كلهم بخير يا حضره الناظر. بيبوسوا لسه ايديا؟ ده يتشرفوا بيك يا حضره الناظر. وايه اخبار الشيخ عطاوط واخبار كراماته دلوقتي؟ ها الشيخ عطاوط بخير وبيسلم. هو في ايه الحكايه يا حضره الناظر؟ الحكايه يا فندم، يا مزبلح. انت مزبلح؟ اني مزبلح يا حضره الناظر؟ اني بعد الخدمات اللي انا خدمتها لك دي كلها تقول لي يا مزبلح؟ ليه انا كل ما اخدمك تقلب على الوش التاني؟ انت تضحك عليا يا محمد، وتلبسني على ايه؟ السلطانيه على بالي. سلطانيه ايه يا حضره الناظر؟ طلبت مني الشيخ عطعوط، جبته لك لحد عندك. اتوشوشت مع الشيخ عطعوط على الشباش اللي بتطلع من تحت السرير، والحمد لله ما تخلينيش اتكلم، وفي الاخر تهني ويتكلم وتلسن علي. تلسن عليك؟ عايز تعرف ليه بلسن عليك يا فندي؟ فهمني يا حضره الناظر. افهمك؟ تعال معايا لمحل خالك بتاع الفراخ، وانا اوريك بالدليل المادي ان انت ضحكت عليا، انك انت لبستني السلطانيه يا محمد. السلطانيه محل خالي؟ تعالي معايا عند خالي، حتى بالعماره هتشوف التوأم بتاع الشيخ عطعوط. توأم؟ هو الشيخ عطعوط يا محمد ليه يا ابني توأم؟ له اخ توأم بس اصغر منه بدقيقتين، شبهه تبكي الاصل، بس التاني من غير دقن ومن غير يعني سبخ، من غير يعني الاكسسوار. سبحان الله سبحان الله. انا باين عليا ظلمته، ان بعد الظن اثم. فلوس ايه يا راجل اللي هتاخدها؟ الفلوس اللي خدناها من البنك كلته لازم نرجعها البنك الصبح ان شاء الله. يا سلام، وهنقعد احنا على الحديدي؟ حديد ايه وصفيح ايه يا ولية انت؟ ايه اللي ما هو هيتحط الفلوس باسم الشركة برضو ليميتد؟ ايه ولا عاوز تحطهم باسمك في البنك؟ وتفرق ايه دي؟ لا دي تفرق كتير قوي. قولي كده. اللهم طولك يا روح، اللهم عدي الليلة يا وليا. انت فاكره الراجل اللي فيه ربع ضارب ده كيكي بيه؟ ايه هو حد ينسى كيكي بيه ولا ميكي بيه؟ داني عارفاه، ده راجل رخم ودمه تقيل وكشر، كل شويه يقول شيلوا الوليه دي من قدامي، شيلوا الراجل ده من قدامي، جت وداهي عليه وعلى شكله. يعني فاكره كويس اهو. ايوه ماله سي ميكي بيه؟
الراجل ده اكد عليا ان الفلوس دي لازم تروح البنك على سبيل وديعه وفي اقرب وقت. يا سلام، والبيت مال، والبيت ماله يا اخويا، على الاقل البيت امن من البنك. يعني انتصت في لساني وقلت له الكلام ده؟ لا، وهو انتص في لسانه وقال لك ايه؟ قال شيلوا الراجل ده من قدامي. السلام عليكم يا سمر. وعليكم السلام. ها طمني، كلها؟ هاخد نفس الاول. الا كلها حلوه قوي الشاي ده، كلها وزلطها وشرب وراها ازازه عزوزي كده. تمام قوي، بلغ الطحش بقى اللي اسمه نوفل، لو قابل حضره الناظر يعمل نفسه لا شافه ولا عرفه قبل كده، ولو حاول يرغي معاه في الكلام يخش في عينه دغري كده عشان نام من ظهرنا واللعبه ما تكشفش. مظبوط كلامك، انا هطلع من هنا على ولا نوفل على طول، لا يغلط بكلمه كده ولا كده، اصل الواد ده قروي ساذج يا راجل. اللي سبك عليه الدور وعمل نفسه مكذوب هيعصى عليه يعمل عاقل. الحقيني يا اختي، الحقيني يا استفزي امي، الحقيني. في ايه يا اختي؟ وقعتي قلبي. اللي ما يتسماش ناوي يعمل ايه؟ هيعمل ايه يا اقعدي اقعدي وفهميني بس، واهدي كده اهدي. عبد الودود يا اختي، عبد الودود قال ايه؟ ناوي يسحب القرشين اللي اني قاعده وراقده عليهم، قالوا يروح يوديهم البنك. راقده عليهم؟ ايوه ايوه، انا قلبي حاسس. الراجل المستشار اللي اسمه كوكو ولا ميكي ده، هو اللي شار عليه بالشوره المهببه دي. طب واللي اسمه كوكو ولا ميكي ده اللي انت بتقولي عليه هيشور عليه كده ليه؟ هو ماله؟ تحطوا الفلوس في البيت ولا تحطوها جوه الحيط؟ ايه دخله هو؟ انا قلبي حاسس ان فيه نيه غدر. غدر ليه؟ لا والله كل شيء جايز. ايوه ايوه، انا قلبي حاسس، قلبي حاسس ان فيه واحده في حياته لا يفلو على بنت من بتوع مصر النغشين، وعايز بقى يتفنجر ويتفشخر قدامها ويعمل لي فيها ابو علي. طب وانت ليه بقى يا اختي تسكتي؟ لا لا، اوعي تقبلي ابدا سؤال العوج يا حبيبتي. اقفيله زي اللقمه في الزور، ان قالك يمين قولي له شمال، ان قالك شمال قولي له يمين، يجيبها كده تيجي كده هي كده، لغايه لما يقولك حقي برقبتي. ايوه أني حقفله زي اللقمة في الزور، يجيني كده جيله كده، يجيني كده جيله كده هي كده. أيوة هو ده اللي هيحصل إن شاء الله. ده بعده يتجوز علي أني أني ده أني رئيفة. السلام عليكم. عرفتوني؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. لحظة واحدة أخش أدي الأستاذ عبد الودود خبر. لا 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 لا، تدريش خبر ولا حاجة، أنا عامل هنا مفاجأة والله مفاجأة. الله، مين اللي شايفه عبد الودود؟ أهلا أهلا، اتفضل يا حاج اقعد. إيه الحكاية؟ أنت ما كنتش منتظر تشوف لي تاني ولا ايه؟ راجل حرام عليك التقل، تصدق بيه يا شيخ؟ لا اله الا الله. الحتة والشارع والمكتب والشركة والميادين من غيرك ما تسوى حاجة. طول عمرك اصيل. انت عارف معزتك عند اخوك عبد الودود، وكتاب الله اني كنت مستأصر ليك قوي في الحكاية اللي حصلت دي. طول عمرك راجل عبد الودود. الله يعمر بيه. تشرب ايه يا حاج؟ قهوة. مظبوط يا حاج، قهوة. مظبوط يا ليزر الحاج، حط فيها بن. قول لي يا عبد الودود، كلام اللي انا قلته للواد فهمي وصل لك؟ ايوه وصل. ورايك فيه ايه بقى؟ شوف يا حاج نمس، اللي يختشي من بنت عمه ما يجيبش منها رجال ولا صرصار حتى. انت غرضك من الحكاية دي انك تخرج منها زي الشعرة من العجينة. انا مش ممانع والله، من قلبي انا مش ممانع، بس ما يرضيكش يعني تخرج منها انت واخشني بدالك. لا طبعا ما يرضنيش. لا لا، وده كلام برضو. اسم الله عليه، اديك اتنحنحتها. انا سألت المحامي بتاعي في الموضوع ده، ويعلم الله اني قلت له ايه عشان اثبت له ان انا عايز اقف جنبك. المحامي قال لي شوف يا عبد الودود بيه، الموضوع دينجرس ولازم اعرف حكايته ايه من الناحيه القانونيه والماديه والعرفيه والاستراتيجيه، واقول لك تعمل ايه. لسه المحامي هيدرس ويفحص قبل ما يوصل بقى
على برة أكون أنا رحت في 60 داهية. داهية؟ داهية يا راجل داهية؟ ومين قالك إنك هتروح؟ ما جايز يقف في صفك ويدلني على إيه اللي أعمله لك بالظبط. شوف يا عبد الوديد أخويا، أنا طالب شهادتك في النيابة، الإعلان هيجي لك يا النهاردة يا بكرة. الحكاية مستعجلة، مش عاوزة لا أخد ولا رد. وعايزني أروح أقول إيه في النيابة؟ تقول اللي يرضي ضميرك. انت جلع صدقت الكلام اللي اتقال عليا ده؟ لا. تشك لحظه ولو ثواني في ان عبد العظيم النمس ممكن يعمل مؤامره خسيسه زي دي ضدك؟ شهاده لله، لا مش قادر اصدق وداني. خلاص يا اخي، تروح معايا النيابه رجل على رجلك وتقول الكلمتين دول، ويا دار ما دخلك شر. على العموم اشوف المحامي هيقول لي ايه. لسه هتشوف المحامي، يعني العبارة بسيطة، مش عايز المحامي ولا محاسب. بقولك ايه، احنا نخلص الموضوع كده، احنا الاتنين مع بعض نطلع بالسلامة منه، يا اما احنا الاتنين هندخل السجن رجل على رجل. انا مش عايز اسمع الكلام ده تاني، انت فاهمني ولا؟ وخصوصا اللي قاله لي فهمي ده. بقولك ايه، ما تأخذنيش ما تأخذنيش يا حاج عبد الودود، ما هي العملية اصلها هي كده، يا احنا الاثنين نقف سد وننجي نفسنا من العملية دي، يا احنا الاثنين ندخل السجن رجل على رجل. رجل على با. حاج يا صابر يا ولا. امور يا حاج. الفراخ البلدي ده هي تدكن عليها، مفيهاش منها حاجة خالص. اللي يسألك قول له ما عندناش غير فراخ المزارع والفراخ البيض. ليه كده حاج؟ من غير ليه ما تسألش. حاضر، امرك يا حاج، بس يعني ازاي تبقى البضاعة قدامي والزبون له غرض فيها وانا اقول له مفيش؟ هيشوف ازاي. خلاص امرك، بس لو سمحت بقى تدي خبر لسيادة المدير العام. مين؟ الواد الاستاذ نوفل. الواد نوفل، الاستاذ نوفل، المعلم نوفل، زي ما تسميه سميه، ماليش صالح. اسمع الكلام. حاضر. بلاش كباب، بيموع نفسي. ابعت لي 10 سندوتشات كفتين. عوافين يا سيادة المدير العام. يا اهلا وسهلا. ايه تطيها شويه تطيها شويه، ده حتى النفس الحلوه لها الجنه. طب اتفضلي استريحي. كلك ذوق يا ابن ذوب الهبل. وبعدين بقى طنط رهيبه، انت في الرايحه والجايه تزعيني، قصرتي رقبتي قدام اللي يسوى وما يسواش. بقول لك ايه يا ولد، اسمع الكلام اللي اقول لك عليه ده، اللي خاله رهيبه اللي يقف لها شنبات. فهمت ولا ما فهمتش؟ كنتش فاكر نفسك يا ولد المدير العام بجد ولا بجد؟ بلا مدير عام بلا غيري، انا هسد حلقي. انت زعلت يا ولد؟ انا بهزر معاك بهرق معاك يا ولد. انت يا ولد ها عايزه خلصيني. شوف اما اقول لك يا ولد، انا عايزاك الفراخ البلدي ده هي ما تتصرفش في ولا وركي منه. يا غليت غليت ما غليتش، مالكش صالح اللي اقول لك عليه تنفذه. بس انفذه بس، وانا قاعد هنا قفص، انا قاعد هنا كده زي الطور. طور؟ طب خلي بالك لحسن الطور يزعل منك. ايه هو انت الطور يا ولد؟ افتح المحضر، انده الجماعه من بره. السلام عليكم. ده مهو سباشا. اهلان. لو سمحت ساعدتك اهو. بس ممكن اقعد على ساعات الباشا؟ ماشي. الله يخليك يا باشا. تمام يا فندم.
مؤاخذة يا سعادة الباشا، لا مؤاخذة. أهلا سعادة الباشا. أهلاً. بسم الله ما شاء الله. انتوا كلكم اسمكم النمس؟ يخلق من الشبه 40 يا باشا. ده الحاج عبد الودود من بره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالى يا حاج عبد الودود. اتفضل يا بيه. تقدر تقول لي مين هو عبد العظيم النمس من دول؟ يا انياما سألت نفس السؤال ده، انما عشان تفرقهم عن بعض ابدا. كلهم نموسه، كلهم نموسه. تفرقهم ازاي؟ الله اعلم. تفضلوا واحد واحد، كل واحد يقول اسمه. علي النمس يا فندم. عبد الرحيم النمس. عبد الرؤوف النمس. شفيق النمس الشهير بشفشق. سيد النمس يا باشا. شاكر النمس. دكتور نوموساكي نمس. عبد المهيمن النمس المحامي. اظن سعادتك عارفني. دكتور سامي النمس. الحاج عبد العظيم النمس يا باشا. هيثم النمس مغترب مصري في كندا، رجل اعمال، ملياردير. ثانك يو فيري ماتش. ايه ده؟ وده طلع لنا منين ده؟ يا هي كانت ناقصاك ايه عبد الودود بيه؟ بتبص لي كده ليه؟ لا ولا مؤاخذه، انا زي ما يكون كده يعني معجب. معجب بيا انا؟ ما بيا انا. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو عليك يا اخويا. انده للجماعه الاجانب. تمام يا فندم، اتفضلوا اتفضلوا. قولوا لي بقى مين في دول اللي قابلكم واتفق معاكم؟ ده كله شبه بعض. نمس نمس نمس، كله نمس نمس. او ماي جاد، انا مش عارفه هو مين فيهم، كله شكل واحد. جالك كلام يا باشا. ها يا عبد الودود، العلم عند الله يا باشا، الكذب خيبه. اكتب: اغفر المحضر عقب اثبات ما تقدم في ساعتي وتاريخي. وقررنا اولا حفظ التحقيق بالنسبة للمتهم عبد العظيم النمس لعدم كفاية الأدلة. ثانيا إخلاء سبيل المتهم من سرايا النيابة. تفضل، مع السلامة. الحمد لله، ظهر الحق يا عبد الودود يا أخوي. يحيى العدل، يحيى العدل. مبروك يا خال. انا مبروك على ايه؟ اقرا يا خال وانت تعرف. يا سلام، واللي ما يعرفش يقرا بقى يقف كده زي طول الله في برسيمه. اقرا لها يا خال، اقرا لها. اقرا ايه ده؟ البتاع كلها دعايه. ايه ده؟ ايه ده؟ يا خال اقرا، اقرا بس انت وانت هتعرف كل حاجه. اقرا من اول هنا. ايوه، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلان هام
تلعن وزارة السباحة. إيه يا خالد؟ تعلن تعلن وزارة السباحة عن السياحة عن حاجتها إلى ما بلا. ما يلي. أولا عدد خبيز سياحة خبير سياحة وآثار خبرة 10 سنوات على الأقل. ثانيا عدد ثلاثة فرش يا خالد انت مش مركز ليه يا خالد؟ ركز بس اهو. فين الجورنال؟ اهو قدامك. شيل دي. حاضر يا خالد. عدد ثلاثة مرشد سياح. مرشد سياح ايه ده يا محمد؟ اقرا بس يا خالد وانطلق. انطلقنا يا سيدي. ايوه خالد انطلقنا اهي. تعلن وزارة السياحة والفنادق إدارة المشروبات المشتروات أيوة. عن حاجتها إلى عدد 20,000 دجاجة. ايه كم؟ اسكتي يا وليه انت بلاش تصربعة دي. اسكتي. كمل أول. يشترط في من يتقدم أن يكون من التجار المسجلة أسمائهم في السجل العام للموردين وأن يكون حاملا. كمل يا خال. ايه يكون حامل يا خال؟ كمل يا خال بعد اذنك. كمل. حامل ايه بس؟ مش حاملا، مش شايله يعني، مش حامل اهو. كمل يا خال. حاملا ايه؟ اشبوكها يعني في ايوه. الله يا رب. ان يكون حاملا للبطاقه الضريبيه. طب يعني ايه المطلوب بقى بالظبط دلوقتي؟ لحظة يا خال. انا هتكلم يا خال. انا فاهم كل حاجة يا خال. انت قعدت تغلط من الصبح. انا فاهمك يعني بإذن الله لو العطا ده رسي علينا هنبقى من اصحاب الملايين. ابني ملايين ايه؟ ملايين. استنى ما تشوف المهم ده. في الاهم، خد بالك، تسحب كراسة الشروط. الشروط ايه يا خال؟ يا خال حرام عليك، تسحب كراسة الشروط. الشروط ايوه. مقابل 1,000 جنيه مصري. ايوه. فيها ايه؟ وفيها ايه يا خال؟ وفيها ايه يا خال؟ لو دخلنا العطا ده ربنا هيكرمنا. اسمع كلام يا خال. يا ابني انا عارف الحاجات دي بيطبخوها. كل العطاءات والمزادات والحاجات دي بتبقى راسي على ناس اللي مش مربط ما بيسمع كلام. مش هنخسر حاجه يا خال. نخش. ربنا كرمنا. كرمنا ما كرمناش، احنا برضو قاعدين في دارنا. والله كلامك معقول، خصوصا وزاره السباحه دي. سياحه يا خال. وزارة السياحة دي أني أعرف إنها كويسة يعني. ها نخش. أمي نعرف ما يمكن البلية تضرب يا أولاد. يا رب. فضل يا باشا، آدي 1,000 جنيه وآدي صورة من البطاقة الشخصية وآدي صورة من البطاقة الضريبية وآدي شهادة من 2 موظفين بتقول بأن السيد عبد الودود محسب مصر الجنسية وحسن السر والسلوك ولم تصدر ضده أحكام مخلة بالشرف يعني. وآدي الكارت بتاعي، أنا مدرس لغة عربية، لو عايز أي حاجة للأطفال ولا حاجة يعني قطع طعم. عاوز إيه تاني بقى؟ لا لا أبدا مفيش، إنما إذا كنت سيادتك بقى تجيب حاجة تاني ده حاجة بقى ترجع لك. الحقيقة يا فندم يعني أنا مش فاهم تقصد إيه بالظبط. لا لا وماله، خد وقتك وفكر بقى على الأقل من مهلك. أنا تحت أمرك على العموم يعني. سيادتك قاعد على المكتب هنا على طول يعني؟ أيوه يا أخي قاعد هنا على طول. تحب تجيلي في حتة تانية؟ يا فندي يعني اللي يريح سعادتك أجيلك هيني، أروح لك في أي حتة تانية يعني. أنا جبت لك الأوراق فتشوف يعني الأوراق مظبوطة، ناقصة مسوغات، ناقصة يعني أي حكايات، أنا تحت أمرك. لا الظاهر بقى إن سيادتك محتاج وقت على ما تفهمني. بقول لك إيه؟ يبقى عد عليه قبل الممارسة. أنا تحت أمرك. عد عليك قبل الممارسة، بعد الممارسة، في وسط الممارسة، المهم أصطبح بوشك ديك الساعة يعني لما أنا آجي وأصطبح بوشك الجميل دي. يا أهلا وسهلا يا باشا، تؤمر بحاجة يا باشا؟ مع السلامة. الله يخليك يا باشا. القلم بس الرصاص بتاع يا باشا. شوف الباشا بيقف إزاي. إهدي إيه الاحترام الجميل. أهلا وسهلا يا باشا، أنا خلصت كل الأوراق. مع ألف سلامة يا باشا. إيه ده أنت على طول كده؟ الله يخليك. مفيش حاجه، القلم وقع. الله يخليك. ها ايه الاخبار؟ اداني شويه كلام قد كده اهو، انما ايه حلوين قوي. بالهنا والشفا يا اخويا. عملت ايه يا محمد؟ كله تمام يا خال. اتفضل. حضرت الكراسه والاوراق والمستندات. عادي يا خال، الظرف اهو مليان ومقفول ومعايا الايصال السداد في جيبي يا خال. بس انا عايز اطلب منك طلب. انا عايزك يبقى قلبك جامد وانت داخل الممارسه دي، لان الناس يا خال بيخافوا منك. انا عايزك تبرع عينيك
واي حد يبص لك تبص له بعينين قويه يروح الفار لعب في عبه وقلبه ينزل في رجليه. سلمها لله سلمها لله. انت عارف خالك لا انا لما تربس في مخ حاجه عارف لو هي حيطه هجيب عليها وطيها. الحمد لله خال وجهز بقى المؤاخذه يعني كام باك وكده عشان انت عارف الحاجات اللي فيها بيزنس زي دي بتبقى فيها كنس ومسح يعني اي واحد لازم نكسر عينه بالفلوس عشان الناس اللي احنا بنتعامل معاهم لما نديهم فلوس يجيبولنا العطا على طول. احنا قلنا لا يا ابني ما احنا فاهمين الحكايه كنس ورش وما وعلى راي المثل طباخ السم مش بيدوقه ده بيلهط نصه. اسكت اسكت يا استاذ اسماعيل اسكت. انا كنت هقع في مطب مطب منايل على عينه لكن الحمد لله ربي ستر. ايه خير يا حضنص؟ كنت فايد يا سيدي على دكان الفرارج بتاعت عمك اسمه ايه ده عبد الايه ده الودود عبد الودود عبد الودود قلت اخد فرختين على كتكوتين على وزتين للولاد كما العاده يعني. طبعا حضنص مفهوم كالعاده عنوته يعني. عنوته زي ما بيحصل ده معاكم معايا ومع مع الاخوه المدرسين ما بيحصلش. لا وحدك عبد الناظر انا ساعات بدفع. ايوه ساعات ما انا عارفك كويس. المهم يا استاذ بضرب عيني على المكتب والاقي لك ايه؟ الاقي لك واحد صوره طبق الاصل من مين؟ من الشيخ عطوت. طبعا حضرتك هتقول لي ده شبه الشيخ عطوت شخصيا. ده كمان بقى يا فندم لما تدق النظر فيه تقول سبحانك يا رب. ايه ده الشيخ عطوت؟ ايه ده؟ والكلام ده جالك منين يا استاذ سمعه؟ انت كنت شفته؟ ما هو الاستاذ محمد صديقي جابهولي البيت وحلي المشكله في خلال 10 دقائق. هو انت كمان لك مشكله مع مع الجماعه بتوعك؟ امال يا حضره الناظر انا مراتي ورتني النجوم في عز الظهر شوتني على جنبين. لا 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 لا. المهم الراجل ده اول لما حط رجليه في البيت تقولش ايه البركه حلت ما شاء الله والموضوع انتهى في خلال دقائق والدنيا بقت ذنبي وانا جنبك وانت جنبي. المهم قلت عدي بقى على الاستاذ محمد صديقي واشكره على هذا الجميل الذي لن انساه طيل ما عشت حيا. قلت المره بقى ايه اخد بقى تمويل الاسبوع اتريك بقى. وحصل زي ما حصل معاك بالظبط حضره الناظر. لقيت الراجل ده قاعد على المكتب رحت هاجم عليك الطور الهايج وقلت له بدأ كلام يا عم الشيخ. حلو ايه وقال لك ايه بقى؟ قال لي شيخ مين يا استاذ؟ انا نوفل. قلت له نوفل ولا عوكل مش انت الشيخ عطوت شخصيا؟ راح ضحك كده ابتسامه صفراء وبريئه ولع سيجاره وقال لي انا اخوه التوأم. يا سلام هو ده اللي حصل لي بالظبط. لا استنى يا حضره الناظر الادفح من كده بقى انا ما اخلصش كلمه والاقي مين ورايا. مين؟ الشيخ عطوت شخصيا بلحمه وشحمه. قعدت انا بقى ساعتها بعيد عنك وبعيد عن السامعين ادق النظر بصه كده وبصه كده بصه كده وبصه كده ان طلع اي فرق مفيش تقولش ايه فوله وانقسمت نصين. يا سبحان الله والله انت طمنتني كده يا سمعه تصدق بالله لولا ان اللي الاستاذ محمد قال الكلام ده بالظبط انا كنت حسبت نفسي من هؤلاء لا يا حضره الناظر ده قدام عينيا عارف لو ما كانش الموقف ده قدام عينيا كنت قلت كده ولا انا والله اسكت ان بعض الظن اثم تافه جهل أمي. نعم مال همك يا أستاذ إسماعيل؟ بعافية شوية حضرة الناظر. الله يشفيها يا ابني. اللهم اشفيها يا رب العالمين آمين يا رب. ما هو السيجة اللي بتتنقوز عليها دي هي اللي اسمها رشطانج دلوقتي عهب يعني أجيب شوية رمل هنا ونلعب سيجة وحشتني السيجة. يا خال هتجيب سيجا هنا ايه والرمل ايه يا خال؟ ما احنا ممكن نجيب تبشير ونخطط عقد وشوية حاجات. ايه وميجة ايه؟ هلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. اسمعوني بقى احنا القعدة اللي احنا قاعدينها دي لا هتودي ولا هتجيب. احنا نقسم نفسنا مجموعات. ايه؟ اني والواد حسونة مجموعة، عبد الودود والواد صابر مجموعة، محمد افندي والواد المنيل على عينه اللي اسمه نوفل مجموعة. الله عليك يا مراد خالي الله على ما شاء الله ما شاء ده انت هتعلن الحرب بقى ولا ايه؟ امال ايه؟ ما هي حرب امال انت فاكر ايه العبار؟ اسمعوا ما اقول لكم بقى عبد الودود والواد حسونه هياخدوا عربيه نقل ويطلعوا على المنيا وبني سويف ها؟ وانا والواد صابر نروح على شبين الكوب ومحمد افندي يطلع على طريق سقاره ها؟ نروح بقى كده نجمع ال20,000 ونرجع
وربنا يكرمني. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله عليكي يا ده انت ولا منت جمري. ايه دي منت جمري ده؟ ايه يا اخويا انت كل شويه تسكت تسكت وتطلع لنا بكل كعكه كده، هو اسامي غريبه انا عمري ما سمعتها قبل كده. منت جمري دي انا يا فاهم، انا منت جمري ده كان جهبز يا اختي. خلصنا منت جمري طلعنا بجهبز. الكلام اللي انت قلتيه ده عين العقل، بس فيه مشكله، ممكن تاجر يصدق معانا وممكن الباقي يطلع على فشوش. يا سلام يا خال، يا سلام يا بتاع النصايح، انت فعلا ما حك جلدك مثل ضفرك. هو ايه يا اخويا دي؟ هو ايه يا اخويا دي؟ جلدك ايه وضفرك ايه وحفرك ايه؟ احنا قاعدين في مجربه. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ معناته الكلام يعني انا اقصد معناته انت هتقعد تعيد تاني. يا ناس يا ناس نركز في اللي بنقوله. اتفضل يا خال اتفضل اتكلم. الكلام اللي قلته ده كله صح، بس ما يتنفس الا على شرطين. هما يا عبد الودود؟ الشرط الاول ان احنا نتاكد ان العطر رسي علينا، الشرط الثاني اخواننا سواقين العجل ما يسيبوناش، لازم يستنوا علشان يحملوا معانا العربيات ونمشي مع بعضينا كلنا سوا. ها مش نسال عليهم يقول لك فتكوا بعافيه. وبعدين معاك بس يا استاذ عبد الودود، الكلام ده ما ينفعش، غلط يا بنت الناس. دي شغلانه عديق كده، لا من شاف ولا بندري. معقوله يا استاذ عبد الودود من اولها كده هنبدا نشتغل في الغلط؟ يا ليزه انا اتوتكت خلاص، انا بقيت زيهم خبير سيكسبيرينس. افهمين يا بنت الناس، المكتب الاستشاري ده مسؤوليته الشركه والمحل، انما المناقصه دي بره، دي كتامي وما نجيبش سيرتها من اصله. رونج، غلط يا استاذ عبد الودود. احنا دلوقتي ما دام لجأنا المكتب استشاري يبقى لازم نأمنه على كل شغلنا ونطلعه على كل حاجه خطوه بخطوه. بلاش يا سيدي، اعتبر ان الكلام اللي بقوله ده اي كلام. اسال حضرتك كده الخبير الاستشاري، اساله وقول له احنا هنعدي الصفقه دي ومش هنكتبها في الدفاتر، وشوف شوف هيقول لك ايه. هيقول لي شيلوا الراجل ده من قدامي. بالظبط كده يا استاذ عبد الودود. دور بقى المكتب الاستشاري ده الاكسبيرينس. الاكسبيرينس اللي انت بتتكلم عنها دي يعني يدرسوا العمليه فروم اي تو زد، يقولوا لنا نشتري بكام ونبيع بكام علشان نحقق اعلى ربح، ويدرسوا كل حاجه بالمليم، يعني مثلا اسعار التخزين اسعار العلف. كلامك مظبوط يا ليزي. انا بقول يا خال بدل الراجل مشترط علينا يعني ان احنا ما نعملش اي حاجه الا باذن منه وخلاص، ناخد اذن منه الاول ونمشي معاه لحد الاخر، صح ولا لا يا ليزي؟ منور يا معلم نوفل. الله ينورهم لك يا اخويا. سبحان الله يا اخي سبحان الله، الحكايه الخالق الناطق هو مش قلت لك يا حضره الله يخلق من الشبع 40 اللي هو ايه بقى؟ لا 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 مالكش دعوه انت، ده موضوع بيني وبين الاستاذ محمد. انا مش فاهم حاجه. خليك في حالك يا خال، انا هفهمك كل حاجه. اما هفهمك كل وحيات شنبي. شنبك هو فين شنبك ده؟ ما تنسح استرها معايا يا رب ما تفضحنيش. مقانس مقانس ومنور يا معلم نوفل، يلي ريحة الحبايب يا اخويا. الله يأنسينك ويحببك. حسبي الله ونعم الوكيل، منك لله يا محمد افندي. انت السبب في البلاوي دي كلها، من اول شغله صندوق لحد عطاه. توديني في داهيه، هتوديني في داهيه وتقول لي عشرين الف فرخه. لا وايه دفعه واحده ولسه يا حبيبتي عشرين ورا عشرين. اسم الله على نبيك واحسبيها بقى وانت طالعه. الف الف مبروك يا حبيبتي، اصل انت طيبه واميره والله، نيتك سليمه وربنا بيديكي على قد نيتك. انا اشترطت عليه قلت له ايه ايدي بايدك خطوه بخطوه نجمع
ونسلم ونكسب، والمكسب يتقسم بالنص اول باول. يا اختي عليك، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اهي كده الستات الجدعه والا فلا. ايوه والا فلا، امال اتعلمت اتعلمت وبقيت برم جامده قوي. ايوه يا اختي، امال ايه، هسيب له سايب في سايب، هو عمال يعب وياخد في عبه وانا قاعده حاطه ايدي على خدي قاعده اتفرج؟ لا ده كان زمان وجابر. شاطرة يا اختي شاطرة، يعني انت بقى ان شاء الله كده ناوية تحضري معاه المزاد. مزاد ايه؟ مزاد ايه ووجع قلب ايه؟ اني مالي ومالي المزادات؟ اني هاخد الجرار واطلع بيها على شبين، ايوه الم واجمع واحط فوق الجرار، ارجع بالجرار اسلم واستلم. صلاة النبي احسن عليك يا اختي، ده انت ايه، ست بعشر رجالة، اللهم صل على النبي. اقول ايه، عيني عليا وعلى بختي. اه يا حسرتي، ما هو لو كان المرحوم علمني حاجة كان زماني النهاردة معلمة قد الدنيا. ما تزعليش روحك يا اختي ولا تقهري نفسك ابدا، معاي معايا وفي رقبتي هنبقى سوا ان شاء الله. انت تيجي تشتغلي معايا، ايوه على الاقل نونس بعض نتسلى مع بعض، انت تيجي تقعدي بقى كده هوت معايا وبزنس بزنس. اي والله بزنس، ايوه هيبقى لك لقمة عيش فيه على الفرخة حتة بخمسة. يا اختي الهي تعيشي لي يا رب ولا تحرمش منك ابدا. طب والله والله ولا ليكي عليا يا مين، اللي انت بتعمليه معايا ده اخواتي اللي من امي وابويا ما يعملوه معايا. روح روحي، الهي يبارك لك. ايه يبارك لي في عمرك يا رب، مش صاحبتي وحبيبتي، امال ايه؟ ايه بقول لك، انت من الصبح كده تقومي من نومك تغسلي وشك ولا تاخدي حمامك زي ما انت عايزه، ايه وتلبسي هدومك تشربي شايك وقهوتك وتفطري، وانا هاجي هخبط عليك على بابك، ننزل مع بعضينا نركب الجرار ونطلع على سوق شبين طوال. طب وليه يا اختي من الصبح؟ والله انا جاهزه من دلوقتي، او حياه غلاوتك عندي يا اختي، انا لا عندي اللي برضعه ولا عندي اللي شايلاه ولا عندي اللي هحضر له اكل. بينا بينا من دلوقتي يا اختي. ايه من دلوقتي؟ ايه يا وليه مش قوي كده، الله ايه ده، لازم برضو جتتنا ترتاح شويه ولو ساعتين يعني، وبعدين ايه صباح رباح هنطلع على سوق على طول. الله يخليكي يا اختي. طب بقول لك ايه، هو احنا هنتاخر هناك ياما يعني، هنقعد كتير؟ تحب يعني ان انا اجهز كده عرق تيلو لحمه بارده، صينيه بشاميل على صينيه بطاطس، نفوت على الفرن نجيب كام قرص كده ولا منين؟ ايه ولا في ايه في ايه في ايه مالك يا اختي، ايه جرالك ايه؟ هو احنا رايحين صحراء؟ ده احنا رايحين بلد حلوه وزي الفل، بلد كلها خير، فيها العيش وفيها الاكل، فيها الغموز، الاكل هناك للركب. انا خايفه يعني كنا نجوع ولا حاجه، وعايزه اعمل معاكي واجب بصراحه، اصل انا كريمه لا وفري يا حبيبتي، وفري 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 يا حبيبتي. حالك ايه؟ بقول لك ايه، انت تلمي حالك ومحتالك وتجهزي الصبح عشان هخبط عليكي. وماله يا اختي، انا جاهزه من عيني. رايف رايف انت يا رايف، ايه رايف راحت فين يا محمد؟ قول صباح الخير اولا. كل ولا تاكل. صباح الخير، هي الساعه كام دلوقتي؟ من حيث الساعه فالساعه 7:30، اما من حيث رايفه اللي هي مرات خالي، انت خالي اللي هي مراتك يعني اللي هي زوجتك، قالت لي اني نازله شبين وتبقى سلم لي على خالك. شبين؟ وبعدين في الوليه الخرفانه دي، الوليه دي انا قايل لها ما تتحركش ما تتقلقش من هنا لحد ما نقابل الاستشاري ونعرف راسنا من رجلينا. تسمعش الكلام يا خال، دماغها خرفانة زي ما انت بتقول، اعمل لها ايه؟ ده زي ما تكون كانت بترضع لبن حمير. حمير حمير يا تحسن ما لفظك يا قوم روح المطبخ اعمل لنا شويه شاي خلينا نفتح عينينا. روح شاي؟ هو اني ما قلتلكش يا خال مفيش شاي من امبارح؟ نعم يا اخويا، الشاي خلص من مصر. اتفضل ادي الشاي، خد اهدي. انت بتخم يا خال؟ طب اي رايك بقى اني هعمل لك كوبايه شاي ومصمص انا الباقي. وكل يوم حنشوف ضحك.